المناسبة سبحان الله يظل الخميس جوه 12 غير تساو ديوث الإذاعة فتاوى على المباشر بارك الله فيك كذا وكذا ثنك تسليك ضيسي جهنم طبعا شفيغ الفتوى أشوي الفتوى ياكي تساو لي داش حالايا لو قاسي سان ديوان أتتسوالي أو قاسي تحريك إني قراين سن سلاماس تساولت شحالايا ثنك يقلي ستاديست ليكوغرافي ثناد باللي لوفان تاع بوطيم كذا وكذا الى اخره ينطر كذا غادي فا مونغولا دي فا يزرم كل هضرني طبعا كانت بصراحه لا يجوز قطعا ني غاستورا الجنيناكي يسعى ربي هذه ديفاندي في الناس وكل الشرع دايا ولا احد ولا ديفاندي في الناس هفكانا كفوس لابراسيون في الناس الى اخره طيب طبعا الأدلة كثيرة لا تصبح ولي قلان باللي ما أول ممكن الخطأ طبي ممكن الجيوغرافيا تغلط وظهر أنت عجائب صافي ثقيل البشر تخدم أتغلط والأدلة قاطعة على وجود الخطأ تقيت تمزول تغلط وفي كاس دينا دي الفتوى الأدلة في النقطة ياجي نقطة في السناد ما يظن يظن وذي ذهلك ما يسعون أقول ذي العمري سوى ما يسعى شهرين وما يسعى عامين ويسعى 40-50 ربي دي تسكن له لكن لا لا بربا تفضيوني الصحة المي بضع 20 تروح استزمرت ربي سبحانه تدبيرا في هذا الكون حاجة أخرى أنه ربي سبحانه ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء صفي الآيقي حذاري الإنسان يتجاوز هذه الآية وطبعا ذاك انتصار للرأي الفقهي الذي يقول بهذا المنطق وبهذا المنحة بهذه الفتوى المهم أثناك الحمد لله قرذني الولد ما شاء الله صحيسي النكمل ما شاء الله إلى آخر إلى آخر إلى آخر السلام سشودنا أثناك سلكضيسي جهنم من أصل ربي سبحانه ذاك الفتوى الشرعية من ربي سبحانه لأن الفتوى كما قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين توقيع عن رب العالمين أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار